متابعة أكثر بينضم معي عبر الهاتف سيد عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح ومفوض التعبئة والتنظيم من رام الله. تحياتي لك سيد عبد الفتاح في البداية. كل التحية لك ومن خلالك للمشاهدين الكرام وللعزيزة العظيمة التي تقف جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني في هذه المعركة وفي هذا العدوان المتواصل. مصر الحبيبة، أشكرك شكر جزيل. التعاطي مع ما حدث داخل الأمم المتحدة أو الجمعية العامة اليوم، الأونروا هي الوكالة الوحيدة أو الفائدة الوحيدة التي يستفيدها الشعب الفلسطيني من المنظمات الدولية على مدار أكثر من 70 عام، كيف تقرأ محاولة هدم الأونروا بشكل واضح وعلني وصريح؟ يعني هذه المحاولة القديمة الحديثة، يعني ليس الهجوم على مؤسسة الأونروا فقط ما بعد 7 أكتوبر، وإنما هذا يتم العمل عليه منذ سنوات، وهو يهدف بالدرجة الأولى إلى شطب وجود هذه المؤسسة على اعتبار أنها الشاهد على الجريمة الأولى، جريمة النكبة واقتلاع شعب كامل من أرضه وتهجيره إلى أصقاع الأرض. وبالتالي هذه المؤسسة بنيت على اتفاق دولي يكفل حق عودة اللاجئين الذين تم تهجيرهم تحت وطأة المجازر إلى عودتهم. وبالتالي هذا هو الهدف الأول والأهم لدى دولة الاحتلال، أنها تريد شطب هذه المؤسسة، ظنا منها أن شطب هذه المؤسسة يعني شطب حق العودة للفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها. وأيضا يعني هذه المؤسسة مرتبطة ارتباط وثيق بكل اللاجئين الفلسطينيين ولمن تقدم لهم العون إلى أن يتم عودتهم إلى ديارهم. وبالتالي هذه هي المعركة، معركة حق مبنية على حق الشعب الفلسطيني في العودة. أنتم دائما معارككم هي معارك حق، ولكن للأسف الشديد ما يتم في أروقة المنظمات الدولية هو بعيد تماما عن الحق والعدل، والدليل على ذلك هو الاستجابة السريعة من قبل العديد من الدول ومن أكبر الممولين منهم الولايات المتحدة ومجموعة من الدول في وقف التمويل. هل بتعتقد أنه الخطوات اتخذت أو القرار اتخذ وينفذ على الأرض بوقف التمويل وبعد ذلك بالاتهامات الغير موثقة من قبل الجانب الإسرائيلي لإنهاء الأونروا بشكل أو بآخر، أم سيستيقظ المجتمع الدولي ولو مرة ويقف لجانب الأونروا وجانب الفلسطينيين؟ يعني المشكلة سيدتي في المجتمع الدولي أنه من أعطانا هذا الحق، أنه من سن قانونا خاصا يتعلق في عمل الأونروا، وأنه قال أن من حق الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال أن يدافع عن نفسه وأن يكافح بكل الوسائل المتاحة حتى يحصل على حريته ويخلص من هذا الاحتلال ويصل إلى دولته المستقلة، وتركنا هذا العالم نكافح من أجل حريتنا وحدنا ولم يقم بأي خطوات حقيقية لتفعيل قرارات الشرعية الدولية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، بل على العكس تماما المجتمع الدولي لطالما منح هذا الاحتلال الضوء الأخضر في ممارسة عدوانه على الشعب الفلسطيني، وإلا لما تأخر هذا الاحتلال الأطول في تاريخنا المعاصر حتى اليوم. والأكثر من ذلك، نعم هناك دول تستجيب لهذا الاحتلال وقامت فورا بعض الدول بوقف دعمها للأونروا وإن تراجع جزء منها، لكن على الأرض هذا ما يمارسه الاحتلال، هو قصف كل مقرات الأمم المتحدة والأونروا في قطاع غزة، قصفها على من فيها من النازحين، وبالتالي هو أراد أن ينهي تحت وطأة المجازر وجودها في قطاع غزة، ومن ثم يرفض أن يقوم بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة لأن هذه المساعدات تصل إلى هذه المؤسسة والمؤسسة هي تقوم بتوزيعها وبالتالي تحافظ على دورها، وهو لا يريد لها أن تحافظ على هذا الدور. على الأرض نعم هو يمارس كل ما من شأنه اقتلاع مؤسسة الأونروا، ليس فقط في قطاع غزة وإنما قبل أيام قليلة أخذ إجراءات بحق هذه المؤسسات في القدس والتي تتعرض هي الأخرى إلى عملية تهويد واستهداف. يعني من الواضح أنها خطة ممنهجة من قبل قوات الاحتلال أو جيش الاحتلال الإسرائيلي للقضاء على هذه المنظمة التي تخدم 2 مليون تقريبا في غزة وأكثر من 1.5 مليون في الضفة. أشكرك شكر جزيل على تواجد سيد عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح ومفوض التعبئة والتنظيم، كنت معي من رام الله، شكرا لك.